فلكم دينكم مع يزيد ولنا ديننا مع الرسول وصحابته مع الحسين وأهل بيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى محرم التضحية والدم والشهادة، ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام وأهل بيته وأصحابه. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة المركز الإعلامي للمحقق الصرخي في حلقة جديدة من حلقات برنامج وقفات. في هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع عصمة أولي الأمر، ونقول إن حق الطاعة أو حق الولاية له ارتباط وثيق بينه وبين حق الطاعة، ويصعب معه التفكيك بينهما من ناحية الواقع، وإن أمكن التفكيك بين حق الطاعة وحق الولاية من ناحية المفهوم فإنه لا يمكن التفكيك بين حق الولاية وحق الطاعة من الناحية الواقعية، لضرورة أن من تثبت له أو يثبت له حق الولاية لا بد من تحقق الطاعة المطلقة له وعليه، ينبغي التسليم بثبوت الطاعة المطلقة لمن له حق الولاية، لأن تحقق الولاية في الخارج يرتبط بطاعة الناس لهم، فالولاية وإن كانت ثابتة لهم سواء أطاع الناس أم عصوا، ولكن تحققها في الخارج يرتبط بموضوعه وهو طاعة الناس المطلقة لهم. فالله عز وجل كما جعل الولاية المطلقة لهم فمن الحكمة والتدبير أن يجعل على الناس موضوع تحقق الولاية خارجا وهي الطاعة المطلقة. وقد اتفق المسلمون على أن الله تعالى قد أمر بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى الآية 59 من سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. في الآية القرآنية التي قرأناها الآن دليلان على عصمة أولي الأمر. الأول، إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على حد طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن المؤمنين مأمورون بطاعة أولي الأمر بشكل مطلق ولازم. ولازم هذا الأمر المطلق أن جميع ما يؤمر أو ما يأمر به المشار إليهم بالطاعة لا بد من تنفيذه، وهذا يدل على عدم إمكان أن يأمر أولو الأمر بمعصية أو بما يخالف مراد الخالق عز وجل، وإلا يلزم التناقض عند أمرهم بالمعصية، لأن الله تعالى قد أمرنا أو نهانا عن ارتكاب المعاصي، فلا يصح أن يأمرنا بارتكابها طاعة لأولي الأمر، لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد وهو محال. وعليه تثبت عصمة من أمرنا الله تعالى بطاعتهم، فيكون أولي الأمر معصومين قطعا بنص الآية، وهذا ما أجمعت عليه الإمامية وتابعهم عليه بعض علماء أهل السنة كالرازي في تفسيره الجزء الأول صفحة 412، قال: إن الله أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ. وذكر قريبا منه نظام الدين النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان الجزء الثاني صفحة 434. وهكذا تكون دلالة الآية على عصمة أولي الأمر عند الفريقين، أي عند الشيعة وعند السنة، وإن اختلفنا في المصداق، فأتباع أهل بيت النبوة وأهل بيت النبوة إن ولي الأمر منصوص عليه، وأما عند أهل السنة مرة يكون عند أهل الحل والعقد ومرة إجماع الأمة. الدليل الثاني إن الجو العام للآية يكشف منزلة خاصة لأولي الأمر، حيث جعل الله تعالى طاعتهم
مطلقة كطاعته عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لا يصح القول بطاعتهم فيما لا يعصون فيه فقط، لأن طاعة من يأمر بمعروف وعدم طاعة من يأمر بمعصية لا تختص بأولي الأمر، يعني وإذا كان كذلك فلا تبقى لهم مزية حتى يخصهم الله، لأن الله لو قال إنكم أطيعوا أولي الأمر فيما يأمرون بمعروف ولا تطيعوهم إذا أمروا بمنكر، هذا لا تختص، إنها مختصة بأي شخص إذا أمر بمعروف ونهى عن المنكر أو نهى عن معصية يجب أن نطيعه في الأمر المعروف ولا نطيعه إذا أمر بمعصية. لذلك إذا كان كذلك فإن هذا يعتبر قبح. ولصاحب تفسير الميزان الطباطبائي في المقام، أي في ما يخص عصمة أولي الأمر وهذه الآية، كلام متين، حيث يقول ما نصه: الآية تدل على افتراض طاعة أولي الأمر هؤلاء، ولم تقيده بقيد ولا شرط، وليس في الآيات القرآنية ما يقيد الآية في مدلولها حتى يعود معنى قوله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى مثل قولنا وأطيعوا أولي الأمر منكم فيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا بخطئهم، فإن أمروكم فلا طاعة بمعصية فلا طاعة عليكم، وإن علمتم خطأهم فقوموهم بالرد إلى الكتاب والسنة. يعني هنا إن طاعة أولي الأمر لم تقيد بقيد لا في نفس الآية ولا في القرآن وفي باقي الآيات القرآنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال بطاعتهم بشكل مطلق وجازم، مع أن الله سبحانه وتعالى قيد ما هو أخص من هذه الآية وأقل خطرا وأهمية، حيث قال في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طاعة الوالدين الله سبحانه وتعالى قيدها بقيد، أما طاعة أولي الأمر لم يقيدها، مع العلم أن أولي الأمر وهذه الآية آية أولي الأمر هي أساس الدين وتعتمد عليها السعادة الإنسانية. وهنا يثبت لدينا أن هذه العصمة هي لأولي الأمر. وهنا دمنا في شهر محرم نأتي إلى ولي الأمر الأموي، أحد الخلفاء الاثني عشر من أئمة التيمية، وهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وماذا يقول عنه من يعتقد بإمامته؟ يعني بعد أن ثبت عندنا أن ولي الأمر معصوم باعتقاد الشيعة والسنة والدلالة التي ذكرناها، نأتي إلى ولي الأمر يزيد بن معاوية ويعتبر خليفة مسلمين وخليفة رسول الله أمير المؤمنين، هل طاعته تجب طاعته؟ هل لا يأمر بمعصية أم أنه بنفسه يعمل المعاصي باعتراف من يعتقد به؟ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن أحمد بن مسمع قال: سكر يزيد فقام يرقص فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه. إذن يزيد خليفة المسلمين الذي يجب أن يكون معصوما ولا يأمر بمعصية، ماذا يفعل؟ يشرب الشراب، سكر يزيد وبعد ذلك يرقص. ماذا يكمل الذهبي؟ يقول: كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم ناصبيا. الناصبي من هو؟ بإجماع المسلمين الناصبي هو الشخص المبغض لعلي، وفي صحيح مسلم علي في كتاب الإيمان علي يقول: والذي خلق الحب فلق الحب وبرأ النسمة إنه عهد النبي إلي، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن خليفة المسلمين خليفة رسول الله منافق باعتراف الذهبي. بعد ماذا يقول الذهبي؟ يقول: كان فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الحسين الشهيد واختتمها بواقعة الحرة، فمقته الناس ولم يبارك في عمره وخرج عليه غير واحد بعد الحسين. هنا في ختام حلقتنا نقول إن يزيد قتل سبط رسول الله وسبى ذريته ورمى الكعبة بالمنجنيق وأباح مدينة رسول الله 3 أيام، حتى قتل أكثر من 700 صحابي وأكثر من 10,000 تابعي، ويقول المؤرخون لقد حملت أكثر من 1,000 امرأة من جيش يزيد الذي أباح المدينة، أي انتهك أعراض الصحابة. فإذا كان هذا خليفتكم وولي أمركم فهنيئا لكم بيزيد، فلكم دينكم مع يزيد ولنا ديننا مع الرسول وصحابته مع الحسين وأهل بيته.
إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.